ممرض وجاك عقد في قطر ونفسك تسافر، بس أكثر إشي بتفكر فيه أولادك، هل ممكن أحطهم في مدارس حكومة ولا لازم نحطه بالخاص؟ تعال أقول لك شو اللي راح يصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، بحدثكم من قطر. نتكلم عن التمريض مهنة العظماء، وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن المدارس والتعليم في قطر. لو أنت ممرض وطلع لك عقد في قطر في مستشفى حكومي، فللممرض بالمستشفى الحكومي ولأي موظف حكومي الحق في أنه يسجل أولاده بمدارس الحكومة، هون بسموها المدارس المستقلة. نصيحة لأي إنسان بدك تيجي على البلد بعدين أهلك يلحقوك، خليهم يلحقوك خلال العطل الصيفية، لأنه بين الفصلين صعب جدا تسجلهم بمدارس الحكومة، وخلال الفصل الأول أو خلال الثاني مستحيل تسجلهم بمدارس الحكومة. فإذا ما إجوا في شهر 6 أو 7 أو بدايات 8 راح تروح عليهم سنة بكل بساطة. تنساش تخليهم يصدقوا الشهادات للسنة اللي أنهوها، يعني طالب مثلا أنهى الصف الثالث وفي العطلة الصيفية بين الثالث والرابع، خليه يصدق شهادات الصف الثالث آخر صف أنهى، بس مش كلهم، ختم من التربية والتعليم وختم من وزارة الخارجية الأردنية. أول ما يجوا أهلك وأولادك من بلدك تأخذ كل الورق معك وبتطلع وين؟ على وزارة التربية، بكونوا أعلنوا قبل فترة أنه في تسجيل للسنة الجاية، عادة بتكون تقريبا أول أو منتصف شهر 8. تأخذ معك شهادات المدرسة لكل طالب فيهم، شهادة العنوان الوطني هاي بتطلعها أونلاين من متراش ب10 ريال، شهادة كهرباء برضو بتطلعها من تطبيق كهرباء أونلاين ب10 ريال، إقاماتهم القطرية، وبتروح التربية بتصبح ساري عليهم من 7 الصبح وبتستنى على الدور. عادة التسجيل في أول أو منتصف شهر 8، أنت تابع الجرائد وتابع الإنترنت راح يعلنوا قبل فترة كويسة. مجرد ما أعطيتهم شهادة كهرباء اللي هي مسجلة رقم عداد المي ورقم عداد الكهرباء، وين أنت ساكن، في أي شارع، في أي منطقة، في أي بيت، في أي طابق، في أي شقة، راح يحسبوا لك بالضبط مين أقرب مدرسة لبيتك وسجلوا الأولاد فيها. ثاني يوم بتأخذ الأولاد أو البنات بتروح المدرسة عشان تسجلهم. طبعا ملاحظة، مدارس البنات ممنوع دخول ولي الأمر أو الأب، لازم الأم اللي تروح معهم، هيك النظام حتى لو صف أول. راح تعطيك المديرة قائمة شو الأوراق اللي لازم تجيبها، شهادة آخر سنة قطعها الطالب، شهادة المطاعيم اللي تلقاها، شهادة الولادة، الإقامة القطرية، راح يعطوك ورقة عشان تروح المركز الصحي، بتعمل له فحص عند طبيب عام أو طبيب أسرة، وبتعمل فحص أسنان برضه، ولازم الثنتين يطلع إنه الولد ما فيه إشي. بعد هيك تسجله، بلش الدوام الرسمي. لكل طالب 150 ريال بالسنة رسوم، زائد إذا بدك تحطهم بالباص 220 ريال بالسنة. السنة الماضية كانوا 2000، بس بشهر 9 الماضي صاروا 220 بس. بدي أوريك كيف شكل الزي الرسمي للطلاب والطالبات في مدارس قطر المستقلة يعني الحكومية. بالنسبة للبنات هذا هو اللبس، بيكون عبارة عن مريول طويل لونه سكني وتحته قميص كم لونه أبيض. بس تصير البنت رابع أو خامس أظن، لبس الحجاب إجباري للكل داخل المدرسة، يعني بدها تدخل المدرسة بالحجاب وتطلع بالحجاب، لو كانت في سيارة أبوها بدون حجاب ما لهم مش دخل. بالنسبة للأولاد زي ما أنت شايف ثوب أبيض كامل والغترة تكون بيضة برضو. بيطلبوا لكل واحد بدلة رياضة، راح تكون بلوزة بيضة، جاكيت أسود، بنطلون أسود. تسأل عنه من وين بنباع، في محل في الدوحة اسمه لطيف أو اللطيف أظن، أنا جبت للبنات منه أسعار كويسة، يعني كل قطعة طلعت علي يمكن 40 ريال، أنا جبت لكل واحد لبستين واثنين رياضة اثنين رياضة، يمكن طلعوا 200 أو 300 ريال كل هالقصة. الدوام الرسمي بالأيام العادية بيكون من الساعة 7 إلا ربع للساعة 1 إلا ربع، طبعا الخميس بروحوا يمكن 10 دقايق بدري ما علينا. في رمضان ببلش دوام 8 أو 8 ونص، ببلش متأخر وبينتهي بنفس الوقت. في كل فصل في عطلة أسبوع في منتصف الفصل، لأن هم لنفرض الفصل 4 أشهر، بعد شهرين بقدموا امتحان منتصف الفصل بعدها بعطل أسبوع. والحلو بالموضوع أنه مادة الامتحان الأول هاي بتشمل أول شهرين، مادة الفاينل اللي هو آخر الفصل تشمل الشهرين الثانيات بس، ما في إشي اسمه تقدم المادة كاملة في امتحان آخر السنة. هون بدرسوا كويس، بيهتموا بالطالب، اللي ما بفهم بشرحوا له مرة ثانية. لسه في واجبات في البيت، بعد ما يخلص الواجبات كل أم بدها تكون على اتصال مباشر مع المعلمة، وكل أب على اتصال مباشر مع المعلم، بيبعت له واجبات زيادة ودوسيات وأوراق حل أوراق عمل عشان يحلها الطالب يستزيد برضه في المادة. في منصة اسمها منصة قطر للتعليم، زمان كانت أيام الكورونا بس كله أونلاين على المنصة هاي، حاليا
شرح المادة وإعطاء الواجبات بصير وجاهة أو شخصي، وهي المنصة للأشياء لزيادة. يعني بتاخد 10 أسئلة بالحصة، 10 تمارين تحلهم واجب، و10 بتلاقيهم على المنصة بتحلهم. طبعا كل يوم بيجيك مسجات من الإدارة، مرة غيرنا جدول الحصص، مرة الباص الفلاني بكرة مش جاي، الباص الفلاني بكرة جاي، مرة بقول لك بلشت السنة يلا ادفع الرسوم، مرة بقول لك في رحلة للمكان الفلاني لازم كل ولي أمر وقع، بكون رقمك معهم وأي إشي بصير بالمدرسة ببعث لك مسج. الإشي الوحيد السيء إنه ممكن ما تلاقيش مكان لأولادك إلا مدرسة بعيدة شوي عن بيتك، وقتها يا إما أنت بدك توصلهم كل يوم، يا إما في ناس شغلتهم الشغلة بكون عنده سيارة سواء تاكسي أو خصوصي بوصل عليها أولاد مدارس وباخذ منهم فلوس كل شهر. يعني انا بدفع البنات يمكن 1000-1100 ريال تقريبا شهري بس للسياره بتوديهم بتجيبهم، لانه السياره بالدوحه وانا ساكن بالوكر، ما لقيت اقرب من هيك. طبعا ما بقصروا مع حدا، اذا الطالب مجتهد بيعملوا له حفلات تكريم كل يوم، بعطوه جوائز كل يوم، خصوصا الصفوف الصغيره. يعني انا عندي حلب الثاني كل يومين بتروح معها جائزة، كل يومين بتروح معها دفتر، كل يومين بتروح معها شهادة تكريم، ونشاطاتهم كثيرة، رحلاتهم كثيرة، فما بيزهق الطالب. بالنسبة للمدارس الخاصة، زي ما قلت في فيديو سابق، لكل دولة مدرسة أو أكثر بتدرس منهاجها في داخل دولة قطر. يعني أنت مثلا عامل حسابك تقعد هون 5 سنين 10 سنين، راح ترجع على بلدك أولادك لسه ما خلصوا التعليم أو ما خلصوا المرحلة الثانوية، فأنت بدك مدرسة يدرسوا فيها منهاج بلدك ولما يروحوا على بلدك يكملوا على نفس المنهاج. لذلك في مدرسة أردنية، في مدرسة فلسطينية، في مدارس سودانية، مصرية، هندية، فنلندية، بريطانية، أمريكية، كل الجنسيات اللي بتخطر على بالك إلها مدرسة أو أكثر في هاي البلد، بيدرسوا كل المواد حسب منهاج بلادهم، علوم، لغات، دين إلى آخره، لكن التربية الاجتماعية والقومية بيدرسوا المنهاج القطري. طبعا الرسوم تتفاوت من مدرسة لمدرسة. المدرسة الأردنية مثلا أنا سألت مرة قالوا له الفصل الواحد 7500 غير الباص وغير الرسوم وغير زي المدرسة وغير كذا، يعني بدك من 17-20 ألف ريال بالسنة على الطالب الواحد. البريطانية والأمريكية والإنترناشونال بشكل عام أغلى إشي ممكن توصل 80-90 ألف ريال بالسنة للطالب. بالنسبة للروضات، في روضات حكومية لكنها لأبناء القطريين فقط، أنت بتقدر تدور لابنك على روضة خاصة. الروضات شوي غالية، يعني بتحكي في أقل شيء 8-10 آلاف بالسنة، يعني بدك 1000 ريال كل شهر لطفل طالب روضة. هذا اللي ذكرته عن المدارس بقطر. لو عندكم أي سؤال اسألوني تحت بالتعليقات، ولو بدكم نحكي عن أي موضوع بخص قطر أو العمل في قطر احكولي برضو تحت بالتعليقات. ورمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله.